فرح، ازيك؟ ازيك يا طارق؟ بقولك ايه، اروى حبيبه عامله ورشه كتابه في الجونه، قلت يعني ممكن تبقى عايزه تحضريها. ورشه كتابه؟ واضح ان دي علامه. اقولك حاجه ومش هتصدقها. ايه؟ انا بقالي فتره مش عارفه اكتب، والورشه دي فعلا هتفيدني. شفتي؟ يلا مالكيش حجه بقى، روحي احضري بقى. طارق، فرح، ازيك يا فرح؟ ماجد، انت بتعمل ايه هنا يا ماجد؟ ايه ده، هو طارق مالكيش ولا ايه؟ لا. انا جاي اطلب منه خدمه عمره. ايه؟ ماجد عايزني اكلم ضياء باشا عشان يدربه. ما هو الممثل مننا محتاج ان هو يتعايش مع الاجواء بتاعه الدور اللي هو بيمثله، فانا الدور بتاعي رجل عصابات خطر جدا. فمحتاج بقى ان انا اعيش اجواء السسبنس، التشويق، الاثاره، المتعه، واتعلم اضرب بقى نار، واتعلم البتاع ده اللي هو قالوا عمليات. الو عمليات؟ الو. ايوه، بس انا الحقيقه مش متاكد ان هم هيوافقوا خالص. لا طارق، لا طارق ما تهزرش. قولي له حاجه فرح، اقنعيه، لانه انا مستقبلي الفني على المحك. تفهمين يعني ايه المحك؟ شفتوا فيديو الحزام؟ ايوه شفته طبعا، وده يعني حاجه مخلياني مكسوف اكلم الناس بصراحه. بص طارق، يعني انت ممكن تساعده وهو ممكن يساعدك. ماجد، ايه رايك تدربه تمثيل ويجي منك؟ على فكره وشك ليه صح جدا جدا، انت فوتوجينيك جدا جدا، بس انت محتاج تحلق ونعمل كرياتين هنا في الليل. خلاص ماشي، هكلمه ان شاء الله، هنشوف. هكلمهم يعني؟ خلاص خلاص ان شاء الله. وعد طبعا. يلا كلمهم بقى. خلاص هكلمهم. ماجد انت اتغديت؟ لسه. ساعة غدا دي انت تروح تتغدى وانا اكلمهم واجي لك جري. اوكي 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 ماشي، بس اوعى تنسى. ايه ده؟ كلمهم ونقول لك على طول. طبعا بليز. اتفضل. اوكي اتفضل. تقول لهم الاثاره والتشويق والمتعه. اعتبره حصل. بص ليش، انت اللي وافقت، انا ما قلتش حاجه. فرح، انت متاكد ان ده باباكي؟ ايه يا طارق، هو فتح لنا وقعد في الحمام ساعه؟ معلش اتاخرت عليكم، بس انا كنت بتامل. واضح ان فارس مش شبه اخوه خالص. عرفت كان بيعمل ايه؟ لازم كل يوم على الاقل ساعه اتامل فيها عشان افضي ذهني من كل حاجه. في الحمام؟ لا مفيش مشكله، مفيش مشكله. طيب عشان ما اطولش على حضراتكم، دي ميموري كارد كان زين الله يرحمه قال لي ان لو حصل له حاجه ان اديها للبوليس، وانا عرفت ان حضراتكم بتحققوا في الجريمه. فيها ايه الميموري دي؟ لا للاسف عليها باسورد وما عرفتش افتحها. ما تقلقش، احنا هنفتحها. بس انت لقيتها فين الميموري دي؟ احنا فتشنا اوضه زين كويس، ما كانش فيها اي حاجه. زين كان شايلها في العقده بتاع ماما. هستاذنكم لو عرفتوا اي معلومه تبلغوني، لان انا مش هرتاح الا لما اعرف مين اللي قتل اخويا. احنا بنشكرك جدا، وما تقلقش في اي لحظه هنلاقي فيها. ايه ده يا طارق، ده في ايه يا استاذ؟ لا قوم قوم، ده هيتامل علينا. طب ندخله الحمام يتامل؟ هو هيتامل هنا. يلا